السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة في ريفت 2024 دلوقتي انا عندي شيت هنا، وبعد كده اكتشفت ان الفيو ده عايز انقله شيت تاني، فبدل ما اخده قط واروح هناك اقول له بيست، ممكن اعمل سيلكت والاقي خاصية اسمها موف الاين تو شيت، واختار بقى الشيت اللي انت عايزه. وليكن مثلا هنختار مثلا 101، هو بينقل وفي نفس الوقت يظبطها هناك، يعني يعمل الاين بحيث ان ايه يعني يظبط المكان بتاعها. انت بقى تبدأ تشوف هتحطها فين. طيب خلينا نختار مثلا حاجة زي كده، واروح اعمل سيلكت على الشتات كلها واقول له ديليت. لو انا اخترت اي حاجات وبدأت اسحبها واقول له حطها هنا، وليكن مثلا الليجند وفي نفس الوقت اسكادول، اختار مثلا ده مع دوت، تمام، وبرضو نشوف كده ايه له هنا، وابدأ اسحبهم واحطهم. بيسحبوا كلهم يعني مش لازم واحدة واحدة، هو يبدأ ان هو يرتبهم يشوف لهم مساحة. طبعا لو حجمهم صغير هتلاقي الموضوع سهل وتحط في شيت كويس، لو هم اصلا حجمهم مالين شيت ده اللي هتبقى مشكلة، وهتضطر بقى تعملها مانيوال. تمام. فانت ممكن تحط اكتر من فيو واكتر من سكادول بمجرد ان انت تعمل سيلكت تبدأ تحطهم. طبعا علامة الازرق دي معناها ان هو موجود قبل كده في شيت، علامة الابيض دي ان هو متحطش في شيت قبل كده. من الحاجات الظريفة في ريفت 2024 ان هم اخيرا نزلوا مشروع غير اللي احنا متعودين عليه من 2006، بدأوا يحطوا مشروع تاني، فدي خطوة كويسة. تمام، وخلوا كهرباء لوحديها وشباك لوحديها وبلامنج لوحديها، وهنبدأ نشوفهم مع بعض. في برضو ماي انسايتس، ده بيقول لك انت اشتغلت كام ساعة في المشروع، فدي حاجة مهمة جدا. يعني هيبدأ يعمل لك زي داشبورد بالمشاريع اللي انت اشتغلت عليها. انا لسه مسطب النسخه دلوقتي، ولكن مع الوقت كده هنبدا تلاقي ان هو اشتغل في المشاريع قد ايه والوقت بتاعها قد ايه والحاجات دي كلها.